كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعظم الأدب وحسن الخلق هو الأدب مع الله جل في علاه، بحسن التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بالتعبد لله بهذه الأسماء والصفات. وأيضا إن كمال التوحيد الواجب لا يصل إليه المرء الذي به النجاة إلا بتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد إما أن يكون توحيدا، التوحيد العلم الخبري والتوحيد القصد الطلبي. توحيد العلم الخبري هو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأيضا الربوبية للاعتقاد في القلب، وتوحيد القصد هو أن القلب يحرك الجوارح عبادة لله جل في علا. نحن ما زلنا في الكلام على الأسماء الحسنى والصفات العلى وكيفية التعبد لله بها، وكنا في الحلقات الماضية بنتعبد الله جل وعلا باسم الله اللطيف، وقلنا كل ما خفي ودق هذا بمعنى اللطف، والمعنى هنا أن الله جل في علا يخفي الأشياء في أضدادها، من اللطف أن يخفي الأشياء في أضدادها. وبينا ذلك في غير ما مثل، أنا ما زلت أشبع معنى اسم الله اللطيف وتراه عيانا في أفعال الله جل في علا، حتى إذا تعبدت أنت لله بهذا الاسم ظهر أثر هذا الاسم على أخلاقياتك وأعمالك كما سيأتي إن شاء الله. كيف أتعبد الله؟ أنا الآن تعلمت الاسم، أثبتت الاسم لله جل في علا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأيضا علمت ما معنى الاسم ووجدت أفعال الله جل في علا لأثر هذا الاسم، ثم أقول كيف أتعبد به لله جل في علا. هذه نهاية المطاف. لكن في التأصيل نقول في التعليم أيضا اسم الله اللطيف تجلى لنا في قصة يوسف بأسرها، تجلى لنا اسم اللطيف في قصة يوسف بأسرها، ترى بأن الله أخفى العزة والملك ليوسف في أضداد ذلك. يوسف كان أحب أولاد يعقوب ليعقوب عليه السلام، وكان هذا ظاهرا بين إخوتي. وانظر عشان لتعلم أن الحسد تأثيره يعني عميق، وأن الحاسد ما يستقر له قرار عندما يرى النعمة عند المحسود. إخوة يوسف على قول عند بعض العلماء أنهم كانوا أنبياء، ولم يرد دليل أثري على هذا الباب، لكن بعض العلماء يقولون يعني يولون نظرا في هذا الباب، يقولون بأنهم من الأنبياء. لكن شوف، الحسد أصلا أفسد ما بينهم، وكان يعقوب يشعر بذلك. عندما جاء يوسف بالرؤيا إلى أبيه قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني. نعم، مع اتصال. السلام عليكم، من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام وكاته، من معي؟ مع أم حبيبة. أم حبيبة تفضلي. من فضلك يا شيخ، أنا كنت بس حضرتك بتقول أن الخلع مش بيتحسب من الطلاق. نعم، الخلع فسخ ليس طلاقا، قلت ذلك. طيب أنا كنت بسأل حضرتك، هو في خلع عند مأذون ولا لازم في المحكمة؟ نعم، الخلع حتى لو لم يكن لا عند مأذون ولا عند مكتبة، عند القضاء الخلع شرعا هو إن اخترعتي
وأعطاك ورد لك المال يكون صحيحا. سنفصل هذا الباب إن شاء الله. لكن هو سؤالك الخلع، سؤالي إزاي بيتعمل عند المأذون بس. حاضر. لأن أنا مش أول مرة أسمع الموضوع ده فأنا مش عارفة. فبس سؤالي هل إن هو لو حصل عند مأذون هيتحسب إن هو طلاق ولا بتتحسب إن طبعا هو طبعا المسألة خلاف فقهي سأبينه، لكن إن شاء الله سأبين لك. نعم. دي نقطة. النقطة التانية يا شيخ، لو أنا مثلا موجودة في وسط ناس أنا بشوف إن هم مثلا الظاهر غير الباطن، وده بيأثر عليا وعلى التزامي أنا نفسي في وجودي بينهم، فهل من حقي إن أنا أبقى مش متواجدة بينهم ولا لأن أنا ما بقدرش أسكت وده بيخليني أتكلم كتير طيب هم كتير. هم رحم لهم قرابات وصلة ورحم ولا أصدقاء ولا إيش؟ لا هم رحم من ناحية زوجي مش من ناحيتي. يعني أخوات الزوج، أقرباء الزوج، أم الزوج، صحيح كده؟ يعني طيب إن شاء الله. فدي حاجة مسببة لي أزمة كبيرة بصراحة. فأنا بس كنت عايزة أعرف يعني أعمل فيها إيه، لأن أنا بصراحة برتكب ذنوب كتير جدا من يوم ما اتجوزت. كيف الذنوب يعني؟ كيف؟ لأني بتكلم كتير، يعني في حاجات كتير بتحصل فأنا بتكلم يعني. طب هو الكلام ده كيف يكون ذنبا؟ يعني بتنكري تقصدين؟ نعم. إنكار يعني؟ لا يعني في حاجات بنكرها وفي حاجات خلاص ما بتكلمش فيها وبتكلم من وراهم. تقصدين من ورائهم. طيب ممتاز. حاضر إن شاء الله. فعلشان كده لأن أنا بصراحة مش بعرف يعني في حاجات مش بعرف اسكت عنها، فهي دي المشكله. طيب تاتيك الاجابه ان شاء الله. احسن الله عليك، جزاك الله خير. حافظك ربي. عندي ام محمود. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. الله يرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك يا رب يا شيخ محمد، يا رب يزيدنا يا رب بعلمك يا رب. امين. علي صوت حضرتك، انا تحت امرك ورهن شرطك. الله يرضى عنك يا شيخ محمد، الله يرضى عنك يا رب. شيخ محمد الحمد لله رب العالمين، انا كنت مطيعه قوي لابوي الله يرحمه، ما زلت مطيعه لامك وامر في حياتي ما زعلتني ولا جيت لها ولا يعني انت كنت مطيعه لوالديك ومن تاني؟ وما زلت يعني الله يرحمه كنت مطيعه قوي لابوي الله يرحمه، وكنت مطيعه وديني ما زلت مطيعه قوي لامي، وبرضك مطيعه لربي ومنتقدي وبصلي وبصيم وبعمل كل حاجه ما شاء الله الحمد لله ترضي ربي ما شاء الله، وبقوم في قيام الليل. فهل لو انا كلمت ربي في قيام الليل وقعدت في جلسه كده معاه هل يكون حرام؟ لو كلمت من؟ لو كلمت ربنا سبحان الله وتعالى سبحانه. نعم. في قيام الليل سكت له على اللي أنا فيه وعلى القرب اللي مش بيسيبني أبدا، فدي حرام. حاضر إن شاء الله. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك يا رب، يحفظك وأشكر لك. ما اتصل؟ أم يوسف. السلام عليكم. لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤالين، السؤال الأول اسألي سؤالين يعني. عندك سؤالين ولكن تسألي سؤالين تحت أمرك. السؤال الأول أنا يعني بطوي يعني ناس بلد على كد حال، لو اديتهم فلوس من بتاع الجواز بس يوم ما يعرفش بيها يعني عادي؟ ما فهمت أنت. ما فهمت. بعض الناس على فقر، أنت تريدين إعطائهم المال من المال؟ لا من فلوس جوزي. ها؟ من فلوس جوزي بتاع الجوزي. دون أن يعلم؟ لا ما يعرفش بيه. طب هو أعطاك هذا مصروف لك وقال تصرفي فيه، ولا أنت تأخذي من ماله دون أن يعلم وتعطي؟ لا هو مصير لمصاريف يعني. ها؟ مصاريف البيت. ومصاريف يعني البيت هو أعطاك يعني. مصاريف البيت وترك لك حرية التصرف؟ لا الصراحة لا ما أعطاك حرية التصرف، لكن أنت لا. بتجتزي جزء من المال وتعطيه للفقراء. انا قلت له يعني انا خايله لما اخليه جزء ما تجي للناس يعني كده، بس مش محدده لسابوه يعني الصراحه. انت استاذنتيه ماذا قال؟ لا انا قلت له لما اخليه جزء يعني ما اعمل بيه صداقات وكده، بس ما حددتلوش بطبيب بالظبط يعني ما قلتلوش بطبيب بالظبط. لا لا يعني انت قلت له ان انت بتبقي بعض المال للصداقات وهو ارتضى؟ ايوه قال عادي ما فيش حاجه. طيب 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 السؤال الثاني، انا بحلف البنات كتير جو فانا قلت ان شاء الله هكفر عنه، فسمحت ان يطعم 10 مساكين، دلوقتي 10 مساكين ممكن ادي منهم بطبيب برضه عادل 10 مساكين ده لو ماتت؟ تعطي مين؟ مضم ال 10 مساكين ادخل فيهم بطبيب عادي مثلا؟ انا ما سمعت تدخلي من؟
قلتي العشر مساكين من ضمنهم رويدة تدخلي من؟ انا محل الخلفانات كتير، فقلت عايزة اكفر عنها يعني الخلفانات دهيات. فهمت، نعم. فممكن يعني ادخل عشر مساكين احسن منهم بيت ابوي مثلا. بيت ابوكي؟ اه. هو بيت ابوكي فيه من؟ اخواتك؟ لا، اخواتي كلهم متجوزين، بس ابوي متجوز يعني على امي، ومعاه واد وبنت، وام معهم قاعده معهم وهم اصلا ما عندهم الكفايه؟ لا، هو صراحه يعني ما معهوش، يعني مسافر بس يشتغل، يجي من مصر مش ياكل بيهم مش يربيهم بس. يعني ما عنده الكفايه ساعات. لا، ممكن يكون لا. في طيب، حاضر. ينفع يعني؟ حاضر، الاجابه ستاتيكي خمس دقائق وتاتيكي الاجابه ان شاء الله. خلاص، مش مع السلامه. استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام كاتب. لو سمحت، في سؤالين بس كنا نسالهم لحضرتك. في سؤالان. سؤالان. نعم. لان كنت في اثنين مثلا ناس اتهمتهم بالفحشاء وبيتكلم عليهم. لا، قاعد عليا كلامك. بالنسبه لاثنين. نعم. مثلا بيتهموهم بالكلام الوحش بالقذف، وهل دول مثلا هل ليهم اجر وثواب عند الله عز وجل يوم القيامه لما الناس بتتهمهم بالقذف؟ يعني ناس تقذفهم. طيب، ده السؤال الاولاني. السؤال هم ليسوا كذلك، والناس تقذفهم. ليسوا كذلك، وما عندهم اي شهود ولا عندهم اي بينات. فالسؤال، هل هؤلاء لهم اجر عند الله ام لا؟ صح. ايوه تمام. ودكم ليهم عليهم ذنوب؟ حاضر. حتى لو اثنين مثلا اللي كانوا بيتكلموا وبيقذفوهم دول، وناس قاعده وساكته، هل اللي قاعدين ساكتين دول برضه عليهم وزر زي اللي بيتكلموا بالظبط بيقذفوهم؟ حاضر. السؤال الثاني. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، بالنسبه لما يكون واحد اخذ مال عام، كيف يردوا للمال العام ثاني؟ يعني اخذوا من مصلحه حكوميه؟ ايوه بالظبط. هل يستطيع يرجعه في الخزانه باي اسلوب من الاساليب يستطيع؟ لا، ما يقدرش. فازاي يقدر يرجعه تاني كما كان؟ حاضر ان شاء الله. طيب، يا ريت رقم حضرتك يا شيخ محمد لو سمحت. حاضر، كنترول خدام حضرتك يعطيك اياه، رهن اشارتك ان شاء الله. معي استاذ محمد ايضا. السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ عليكم السلام وبركاته استاذ محمد. ازيك حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، الله يرضى عنك. الله يكرمك. كان عندي سؤالين لو سمحت. عندك سؤالان، اتفضل. اول سؤال، بالنسبه لصلاه التسبيح، ما هي؟ طيب، وهل ورد فيها ان ربنا سبحانه وتعالى بيرفع الكرب تماما والغم والكلام ده؟ حاضر. والسؤال الثاني، انا يعني بحب والدي ووالدتي جامد، فهل يجوز ان انا ادعو في الصلاه وادعو ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل اجلي قبل اجلهم في رضاه؟ يعني تقصد تعطيهم من عمرك؟ ربنا يعطيهم من عمري ويخلي اجلي قبل اجلهم في الموت يعني، وهو راض عني. حاضر ان شاء الله. ماشي يا شيخ، الله يرضى عنك يا حبيبي، زادك الله برا. نعم. ام رقيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا كنت في معهد ودرست في احكام التجويد. نعم. وختمت بفضل الله 6 اجزاء. بس في مشقة عليا، بأثر في البيت بسبب ان بمتحن كتير وبحفظ كتير، فممكن اكمل الحفظ في البيت؟ ولو كملت ده ينقص من اجري لو قعدت حفظت في البيت؟ حاضر ان شاء الله. وسؤال بعد اذن حضرتك كمان. اتفضلي. انا كنت تبت بفضل الله عن الغيبة والنميمة، بس عايز اعرف ازاي اكفر عن الذنب ده. حاضر ان شاء الله. شكرا لك يا شيخ. تحت امرك، تحت امرك. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني سريعا، كما قلنا بان الطاف الله جل في علاه ليوسف يعني عظيمه جدا، وطبعا من اجل الاجابه عن الاسئله ساوجز في بعض الالطاف. وهو في صغره عندما دخل على ابيه وقال: يا ابتي، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يغر الصدور. والحسد موجود، لكن اطلعوا على الرؤية فكانت الطامة التي توقعها يعقوب عليه السلام، فكادوا ليوسف وقالوا يعني أرادوا قتله، فقال كبيرهم: لا تقتلوه، قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
وكان هذا يعني هذا من العقل على الأقل ومن الرشد، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وإلا كان الأمر عليهم سيكون صعيبا جدا عند ربهم جل في علاه. فطبعا كما تعلمون القصة أنهم أخذوه وبعد ذلك ألقوه في غابة الجب. هنا يأتي ألطاف الله جل في علاه، عندما ألقي في غيابة الجب وحيدا فريدا وقالوا لأبيه أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. لما؟ لأنه لم يجد خدشا في القميص ولا قطعا، أي ذئب هذا الذي أكل اللحم وترك القميص ليس فيه، فعلم أن في المسألة كيد. الغرض يوسف عليه السلام في غابة الجب تأتي ألطاف الله جل في علاه، يأتي ألطاف الله جل حين ألقي في غابة الجب وحيدا فريدا وصغير السن. شوف قال الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، عندما قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله يضيع أجر المحسنين. الغرض المقصود ألطاف الله هنا ظهرت وتتجلى بأنه في غابة الجب، والله سيقول تكون الكلمة لك عليهم وتنبئهم بما عملوا معك في حين، بشره بالتمكين وبشره بأنه سيرد عليهم هذا القوم يقفون أمامه وينبئهم بذلك وهم لا يعلمون أنه يوسف عليه السلام في هذا الباب، هو يعلمهم وهم لا يعلمونه، ثم يبين لهم ما فعلوا به، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله في الحلقات القادمة. نريد الإجابة عن الأسئلة. الأخت الكريمة أم حبيبة تقول الخلع أصالة في خلاف فقه بين العلماء على قولين، يعني الجمهور يرى بأن الخلع طلاق وهو طلاق بائن طالما بعوض، الخلع لا يكون خلعا إلا بعوض، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أكره الكفر الإيمان، قال تردين عليه الحديقة، قال تردين عليه الحديقة، قالت نعم، في رواية في غير صحيح في السنن قالت وأزيد، يعني خلاص ما تستطيع أن تقبله. فكلما كان طلاقا بعوض تكون الطلقة فيه بائنة، هذا عند الجمهور، يعني حتى القول المعتمد عند الشافعية بأنه طلقة بائنة، والقول الثاني هو أنه فسخ كالقول القديم، هو الصحيح الراجح أنه فسخ، هذا الصحيح عند المحققين، وابن عباس نفسه رضي الله عنه وارضاه بين ذلك، قال بأن الله جعل قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فجعل وسط الطلقة الثانية والطلقة الثالثة شيء آخر لا يقع به الطلاق وهو الخلع، يكون فسخا ولا تحسب طلقة، لا سيما الذي يعضد ذلك أن النبي جعل عدة المختلعة حيضة واحدة، ومعلوم أن المطلقة عدتها في الكتاب يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا الخلع في خلاف العلماء، بعضهم قال أنه الجمهور قالوا أنه طلاق وتكون الطلقة طلقة بائنة ما دامت بعوض فلا جناح عليهما فيما افتدت به كما قال الله تعالى، والثاني هو الذي ندين الله به هو الأقرب إلى السنة بأن الخلع فسخ وليس طلاق، وهذا يوافق روح الشريعة وعيون مقاصد الشريعة، لأن عيون مقاصد الشريعة ألا تنهدم، لا ينهدم البيت الذي أقامه الله جل في علاه أو قام على كلمة الله جل في علاه، إبقاء والقاعدة الفقهية عند العلماء إبقاء العقود ما أمكن أو تصحيح العقود ما أمكن، فهنا لو قلنا طلاقا يقع الطلاق الثالث وتنتهي، فهو يكون فسخ أيسر، لأنه بعد الحيضة يأتي لها خطبة من الخطاب ويتزوجها ولا تحسب طلقة، لا تعد طلقة، فهو أيسر على عباد الله، وشريعتنا جاءت بالتيسير في كل شيء، فهذا ملمح يثبت لك الترجيح في هذه المسألة. هي بتقول طب كيف يكون الخلع، كيف يكون بهذا لو فسخ كيف يكون؟ هو طبعا المسألة تذهب إلى القاضي، القاضي إن حسبها طلقة بائنة فهذه يعني ما أدري على 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 ماذا سيحكم، لكن هو إذا قلت للمأذون أنا سأختلع وسأخذ منه سأرد عليه مهره على الإبراء، يعني كما يقول مهره، فهنا تحسبها مع
مع زوجها على أنها فسخ وليس طلاق، تحسبها على ذلك ما دام أفتاها العالم المتقن الراسخ بهذه المسألة. هي بتقول الآن أنا في وسط، هي في وسط طبعا أقارب الزوج وكذا، بيحصل كلام والكلام هذا فيه إنكار، فمنها بعض الأوقات تنكر وبعض الأوقات لا تنكر. الإشكال كبير جدا عندها، لأنها لو أنكرت الحمد لله برئت الساحة وانتهى الموضوع، أنكرت ما أنكرت بتنقل هذا وتأتي تتكلم يعني في مجلس آخر شكاية وإنكار، طبعا إنكار طبعا، يفعلون كذا ويفعلون كذا إنكار، وهذا بإذن الله دل على القلب التقي النقي الذي يريد الخير وأنه ينكر الشر. لكن الإشكال هذا الشر أنت وقعت في شر يعني أشد منه شرا، الغيبة والنميمة، الغيبة كبيرة من الكبائر. يعني لو قلنا أنهم يقعون في بعض الصغائر من المعاصي مثلا أو أمور فيها إنكار شرعا، فإن كانت صغيرة فأنت وقعت في الكبيرة، وإن كانت كبيرة فأنت وقعت في الأكبر منها. الغيبة والنميمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال أنت فيه يعني فيه ما أقول، قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته، فهي كبيرة من الكبائر. علماء يقولون الغيبة مسقطة للعدالة، نهيك على النميمة أعظم، لأن النميمة وغر الصدور بها، النميمة فساد ذات البين، النميمة فساد ذات البين، يفسد ذات البين. كل يعني زرع الأحقاد بسبب النميمة. ولذلك العلماء يقولون ما يفعله النمام في ساعة يفعله الساحر في شهر، أو ما يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في ساعة، يفسد بين القلوب وينشر وغر الصدور، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. كونوا عباد الله إخوانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، فهذه كبيرة جدا. فلذلك إذا كان ما تستطيعين ربط نفسك وربط الكلام عليهم، ولا تستطيعين أيضا عندما تنكري عليهم يعني ما يحدث منك الإنكار عليهم لا يكون الإصلاح، أقول لك ابتعدي، لكن ليس ابتعد هجر، ليس ابتعد في مجالسهم لا تجلسي، في سريرهم لا تسيري، لكن تعللي بعلل تكون مقبولة حتى لا يغروا صدر ابنهم عليك. والأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب، عليك باللطف والرفق والدعوة والدعاء، وأيضا الإحسان إليهم بإخلاص النصيحة لله جل في علاه، تكون برفق وبأدب، قبلوا ما قبلوا قد أديت ما عليك، لكن لا تجلسي معهم لأن النتيجة مستفحلة إذا وقعت في الغيبة والنميمة فأنت في كبيرة ومسألة عظيمة، فعليك بالتوبة والأوبة من ذلك ولا تجالسيهم. لكن كما قلت ليس هجرا، ده بالاتصال تبلي الرحم بالسلام وأيضا بالهدية، ولكن بعيد عنهم حتى لا تقعي في مثل هذه الكبيرة. أم عمرو هي كانت مطيعة لوالديها ولله الحمد والمنة، طاعة الوالدين من أجل الطاعات والعبادات، مقترنة بالتوحيد. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل أفضل الطاعات بر الوالدين بعد توحيد الله جل في علاه. ولذلك أعظم الكبائر بعد الشرك هو عقوق الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها العقوق. لا يدخل جنة عاق قاطع للرحم، لا يدخل جنة قاطع للرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أبوك، يعني حق الناس بصحبتك. صعد على المنبر ثلاثة قال أمين أمين أمين، فلما سألوه عن ذلك قال جاء أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل فيهما الجنة. فطاعة الوالدين من أفضل الطاعات، وهي الحمد لله تفعل ذلك. أمها يعني أبوها مات وأمها الآن هي أيضا مطيعة له. هي بتقول مع هذه الطاعة إذا قمت أنا الليل فقمت فرفعت إيدي واشتكيت إلى ربي على ما أنا فيه مع هذه الطاعات، هل هذا حلال؟ هذا أعظم ما يكون توسلا لله جل في علاه بعد ختم الصلاة والقيام والاستغفار والمستغفرين بالأسحار، رفع اليد مع الاستكانة والتضرع وإظهار الفقر والفاقة وطلب من الله جل في علاه. في الخلوات تقول أشتكي إلى ربي مما أنا فيه من كرب، والله بالله
تالله سيرفع الله عنك هذا الكرب، لكن كوني على ما انت عليه، باره بوالديك، مطيعه لله جل وعلا، تسارعين الحسنات فوق الحسنات، وسيقبل الله منك، لان هذا السنه اصاله. وهذا الوقت وقت مبارك، وقت النزول، ينزل ربنا صلى الله عليه وسلم الاخر الى السماء الدنيا، لا تظل ولا تقل، كيف يعلمها الله جل وعلا، فهو مالك الملك وهو الخالق، خالق الخلق، فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، هل من داعي فاستجيب له، قال هل من مستشفي فاشفيه. نعم. السؤال الثاني، هذا سؤال اول، سؤال ام يوسف، بتاخذ من مال زوجها بعد المراجعه ما علمت منها، هو يعطيها مصروف البيت، فهي بيزيد عن مصروف البيت شيء، هي امراه مدبره عاقله رشيده جزاها الله خيرا، ويبقى معها بعض المال، تريد تتصدق به على الفقراء، فهل لها ذلك ام لا؟ هي قالت بانها اخذت اذنا عاما من زوجها، انه لو تبقى مال ممكن يكون في الصدقات، قال عادي، يعني مع ذلك انه وافق على ذلك، فله شطر الاجر ان شاء الله. فيتذهب وتتصدق بهذا المال، يكون لها نصف شطر الاجر وله شطر الاجر في ذلك، كما وردت الاثار عن النبي المختار بهذا الباب، فهذا جائز لك، ليس فيه ثمة شيء، وهذه نعمة، أنت بركة في بيت زوجك، لأن الله تعالى يعني وكل ملكين يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أقسم عليهن، قال ما نقص مال من صدقة، فيخلف الله عليكم، وقد قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أيضا أم يوسف تقول أنها كثيرة الحلف، يعني الأصل في الحلف أن لا تحلف إلا بالله بأسماء الحسنى وصفاته العلى بذاته المقدسة، وأيضا تقلل من القسم، قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، أبو حنيفة كان يقسم كثيرا فأراد أن يوقف نفسه وقال سأصوم عن كل قسم أيام، ما نفع ما أجدى، لكنه لما قال سأتصدق، لما تصدق امتنع عن القسم. هي قالت حلفانات كثيرة، هل هي لغو أم هي حقيقة؟ أم عامة سألت عن هي عليها أيمانات كثيرة، وهي تطعم 10 مساكين، هل بيت الوالد يدخل أم لا؟ الأصل أنها ليست ملزمة بنفقة الوالد ولا الوالدة ولا إخوتها، فيجوز أن تعطي من مالها على الكفارة، لا سيما أنهم صنف من هذه الأصناف، هم صنف من هذه الأصناف كما هي وصفت أنهم فقراء وأنهم ما عندهم ما يكفيهم، فيجوز أن تطعمهم، نعم يجوز أن تضعي 10 مساكين يعني بالعدد في بيت أبيك وأمك، لكن كما قلت عدد مطلوب، لو هم 5 يبقى تعطيهم 5 وتعطي 5 آخرين، يعني تنظري الأسرة كم وتعطيهم، نسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب، وجزاك الله خيرا. أستاذ محمد بيقول يتهمون رجل وامرأة بالفحش، أعوذ بالله من غضب الله، تعلمون هذه معلوماتكم كما قال ابن تيمية، ما من حد من حدود الزنا أقيم بشهود قط، إذ الأصل ستر الأعراض، الأصل أن الله تعالى يأمر بالستر وفتح الأعراض، انتهاك الأعراض وإظهار الفضائح، هذه من فعل المنافقين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإظهار الفاحشة أصحابه لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة، الأصحاب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. عند اتصال، السلام عليكم، ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ أنا معكي تفضلي. بقول لحضرتك ينفع إن أنا أطلع زكاة لبنتي، يعني ظروفها بسيطة أوي. تطلع الزكاة لمن؟ إيه؟ الزكاة لمن؟ آه الزكاة تخرجيها لمن؟ لبنتي. لبنتك؟ طيب ان شاء الله معاها 3 أولاد في التعليم وظروفها على قدها خالص، يعني هي ما عندهاش اللي يكفيها، زوجها ضعيف الدخل. اه
أيوة. طيب حاضر، السؤال الثاني. طيب ما اتصل ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. معي. عايز رقم الشيخ لو سمحت. معكي، تحت امرك، تفضلي. ما اتصل اخر. السلام عليكم. من معي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اخفضي التلفاز وتكلمي من الهاتف حتى نستطيع سماع حضرتك. لا أنا مش فاتحة التلفزيون إن شاء الله. طيب من معي؟ شيماء من دقهلية. اتفضلي يا أستاذ شيماء. هو يعني إن شاء الله رب العالمين، أنا عندي يعني عندي سؤالين. تفضلي. إيه السؤال الأول، إحنا إن شاء الله رب العالمين في مجلس علم. احنا الان في مجلس علم. نعم. يعني احنا الان بنتعلم تعلم مباشر وتحفون الملائكة واحنا في حلقة ذكر. نعم. طيب. طيب. نعم. هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، حضرتك يعني علمتنا ان المنح في حضن المحن، وان اللطيف يعني ال الله يخفي الاشياء في يعني في 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 اضدادها في اضدادها. نعم. في اضدادها صح. نعم. طيب انا يعني عايزه اتعلم، فهكلمكم عن قصتي عشان تقولوا لي ازاي المحنه يعني فين المنح فين المنح. بس انا عايزه والله الذي لا اله غيره، بس طولوا بالكم علي. انا يعني انا عايزه اتعلم ماشي، انا مش معترض على قضاء ربنا الحمد لله. انا الحمد لله رب العالمين يعني كف بصري الحمد لله رب العالمين. حفظك ربنا رب. اكرمني بزوج كان خير زوج على ظهر الارض الحمد لله رب العالمين. انفصل عني ربي يحفظك. وكان خير. نعم. وكان خير، وانا ما زلت اقول هو كان خير زوج على ظهر الارض. نعم نعم. نسأل الله أن الله يعوض خيرا، وإن شاء الله نبين لك أن هذه كلها منح بإذن الله، نبينها بإذن الله. طيب أعيد في الإجابة. عندي أنا وقفت مع محمد، اثنان اتهموا بالزنا وقلت أنا متمنى، قال ما من حد أقيم بالشهود للستر، وأن محبة أن تشاء الفاحشة في الذين أمنوا هذا من فعل المنافقين، وتتبع المسلمين وإظهار عورات المسلمين هذا من فعل المنافقين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فهؤلاء قذفة والحق عليهم حد القصف. كل من قال بأن هذا الرجل زيد زنى بهند مثلا، نقول له إن لم تأتي بالشهود الأربعة حد في ظهرك. ده الزوج لما جاء هلال بن أمية وقال أنه رأى رجلا مع امرأته في بيته، قال له البينة، أربع شهود، البينة أو حد في ظهري. قال إن سكت سكت على قهر، وإن تكلمت حد في ظهري. يعني يأتي لكع بن لكع في البيت مع امرأته وقال يأتي بأربعة شهود، قال البينة أحد في ظهر، ثم جعل الله له خلاصا باللعان. لكن أقول بأنه ما من حد أقيم بشهود الأربعة، وهذا قصف. يقولون فلان زنى بفلانة، هذا قصف. الناس تستهين جدا، حتى الزوجة تتصل وتقول زوجي، وتتكلم عنه أنه كأنه في فراش أخرى وزنى بأخرى، وهي لم ترى تسمع تقرأ الرسائل أو يأتيها هاجز فتقول كان مع فلان فتقذفه، وهي بذلك فسقت. هي التجسس أصلا عليه فسق، لأن أصل التجسس فسق. فتقول وتتهم بالزنا علنا، وهذا كله عليها عند الله الحساب عسير قذف. فكل يلوك لسانه بشخص وشخص آخر على أنه زاني أو فعل الفاحشة، هذا قصف. إن لم يأتي بأربعة شهود فالمسألة عظيمة جدا عند الله جل في علاه، الحد في ظهرهم في ظهورهم، إن لم يفعلوا عند الله الحساب عظيم.
فالرجل الذي لم يفعل ذلك والمرأة التي لم تفعل ذلك ظلم بين في أعراضهم، لهم عظيم الأجر عند الله جل في علاه، لا سيما إذا صبروا على مثل هذه المصيبة. وأما المتكلم فهذا بين سوءتين، لابد أن يقام عليه الحد ليطهر أو يرجع حسابه عند الله في الآخرة، وإن الله لن يتركه في الدنيا، لن يتركه، سيفضحه في قعر بيته جزاء وفاقا وأجرا تباقا. أما الساكت، يعني لو هؤلاء يتكلمون في مجلس والساكت معه الذي لم ينكر هو منهم، لأن السكوت علامة الرضا. لذلك القاعدة عند العلماء إن لم تزل المنكر فذل، يعني هو لو منكر هذا الكلام إن لم يستطع يكلمه ويقول أنتم تقولون ظلما، أنتم ما عندكم شهود، يمشي. جلوسه واستماعه وافق هواه، وافق شن طبق وافقه فعانقه، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، هم يريدون ذلك، فهم معهم أيضا في نفس الوصف ونفس العقاب. سؤال الأستاذ محمد الثاني، ويقول أخذ مال عام كيف يرده؟ المال العام لابد أن يرد، يعني أخذ مصلحة حكومية أخذ منها المال، نقول أخذ منها المال، ممكن يرد المال مشتريات، يرد المال مثلا عند أحد يستطيع أن يضع المال في الخزانة دون أن يتهم. لكن إن سدت الطرق وما يستطيع أن يرد المال العام في المصلحة العامة ولا بالمشتريات ولا بأحد يستطيع يدخل المال في الخزانة، يذهب إلى فقراء المسلمين، لأنهم لهم سهم في بيت مال المسلمين إن كان قائما. طب لم يكن قائما، هذا حق لهم، هذا حق لهم، فيعطي المال لفقراء المسلمين، هذا البديل إن لم يجد. لكن هو وجوبا وجوبا لابد أن يرد المال العام إلى المكان الذي أخذ منه المال، لكن ما استطاع وما في سبيل إلا أن يتهم وتكون مفسدة عظمى، وبعد ذلك يقع عليه من الظلم ما يقع. يبقى إذن كما قلت ينظر في فقراء المسلمين، في أهل البلدة، في دويرة المحلة العامة هذه، فيعطيهم هذا المال كفاية لهم، لأنهم لهم سهم في ذلك، فبهذا يكون قد رد المال على الأقل، لأنه تبرأ صحته أمام الله جل في علاه. أيضا الأستاذ محمد آخر بيسأل سؤال، صلاة التسبيح، صلاة التسبيح وآل الكرب، لا كل هذا غير وارد، لكن صلاة التسبيح بعض العلماء غالى وقال الحديث فيها موضوع وهي صلاة باطلة، وهذا اللي تبنى ابن تيمية، وطبعا ابن باز أيضا أخذ بهذا القول، وهذا خطأ مبين. 40 محدثا صححوا حديث التسبيح، 40 محدثا يصححون حديث التسبيح، وهو صراحة فضلها عميم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس صليها في اليوم مرة، فإن لم تستطع ففي الأسبوع مرة، ففي الشهر مرة، ففي العام مرة، قال ففي العمر مرة، دلالة على عظيم فضلها. وصلاة التسبيح كيفيتها هي 4 ركعات، يسلم من كل ركعتين، وبين الركعة الأولى وعلى غرارها يكون الركعة الثانية، أنه يكبر، وبعد ما يكبر يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، ثم بعد ذلك يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 باليد كل الأنامل أو 15، ثم يركع فيقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 10، ثم يرفع فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم يسجد فيسبح التسبيح 10، ثم يجلس بين السجدتين فأيضا يسبح 10، ثم يسجد السجدة الثانية 10، ثم إذا عاد أيضا قبل أن يقوم للركعة الثانية يسبح 10، فإذا قام كرر ذلك في الركعة الثانية، وإذا جلس للتشهد يسبح 10 التي هي بعد السجدة الثانية، يسبح 10 ثم يتشهد ويسلم، يبقى إذا صلى ركعتين، وأيضا يصلي بينهما معهما يصلي ركعتين أخرين، فيكون قد أتم صلاة التسبيح، كفى بفضلها أن النبي قال صليها في العمر مرة واحدة. أما إذاب الكرب وغير ذلك لم يرد دليل على هذا. والأستاذ محمد أيضا يقول أنه يحب والديه، جزاك الله خيرا، وهذه كما قلت من أفضل الطاعات ومن أعظم الحسنات وأصلح الصالحات، أن تكون برا بوالديك،
لأن البر بالوالدين من أفضل الطاعات، وقدر ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هو يدعو لهما في السجود فيقول اجعل عمري قبل أعماري، يعني الأولى لك ألا تفعل ذلك وألا أن تدعو بهذا الدعاء. إذا أطال الله عمرك وأحسن عملك أفضل لك، أفضل لك في هذا الباب، فهو يكون بذلك يعني أحسن لك. لكن هو دعاء ليس فيه دعاء، ولا يدعو بالموت على نفسه، لأن هذا المنهي عنه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، هو لم يفعل ذلك. لكن هو بيقول أنت إن كتبت على الموت فاجعل أجلي قبل أجل أبي أمي، ليه؟ لأنه يحبهما كثيرا. كان الأولى بك يعني أن تدعو بأن يطيل في عمرك وحسن في عملك، ويطيل في عمرهم وحسن في عملي، هذا الأولى بذلك. هو يقول يجعل أجلي قبلهم كما قلت، الأولى ألا تفعل ذلك، وإن فعلت ما فيها شيء، يعني الدعاء نفسه لو فعلت ذلك ما فيها شيء. لكن الأكمل أن تدعو الله بطول العمر وحسن العمل، وتدعو لهم بطول العمر وحسن العمل، هذا الأفضل لك. فإن دعوت بهذا الدعاء فلا شيء عليك. أم رقية كنت، هي كانت تدرس التجويد وختمت 6 أجزاء ما شاء الله ولا قوة إلا بالله في المعهد، لكنها ما استطاعت أن تذهب وتجلس في البيت، هل تكمل؟ لا، لابد من التلقين. القرآن بالذات لا يؤخذ إلا تلقينا عن شيخة أو عن أحد، لو استأجرت حتى من يعلمك ذلك يكون أفضل لك، لأنك لن تستطيعي أن تصل إلا بالتلقين. العلم حتى كل العلم أصلا الصحفي لا تأخذ منه علما، العلم أن يجسو على ركبتيه ويجلس يستمع للعالم ويتقن العلم من على العالم. فالأولى أن تربطي نفسك بشيخة، وإلا فتذهبين إلى المركز إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هي قالت مسألة عظيمة، قالت أنها وقعت في الغيبة والنميمة، وقعت في الغيبة والنميمة وتريد أن ترفع ذلك عنها. قلت الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. طب كيف التكفير؟ أولا التوبة، التوبة، لأن الله قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. التوبة أول شيء. الأمر الثاني مكملات الأمر، حقوق الآخرين لابد أن تؤدى. من اغتبته في مجلس لابد أن تذهبي للمجلس الذي تكلمت عنه فيه فتتكلمي عنه بالثناء الحسن وبالإحسان، وتستغفري الله أنك قضحت فيه وهو لا يستحق أن يكون كذلك. كل من اغتبتيه تفعلي معه ذلك، يكون في المجلس، وهذا المجلس يكون فيه الثناء عليه والإحسان، والإحسان في الكلام عليه تكفيرا لما وقعت فيه. بسم الله. أم رقية أعتقد بتقول أنا ابنتي فقيرة، زوجها لا يملك، لو في أسئلة ما في عندنا إلا سؤال. فأم آمة الله تقول طيب إن شاء الله بس أنهي الأسئلة ويكون الوقت قد انتهى. هي بتقول بتطلع الزكاة لابنتها، وابنتها كانت فقيرة ما عندها ما يغنيها، فهل تعطيها الزكاة؟ نعم، لأنه لا تلزمها نفقتها على زوجها، فلا تلزمها النفقة، فهي الآن تعطي، والأولى عشان ترتاح تعطي النفقة لزوجها، تعطي الزكاة لزوجها نفقة لها، وإن أعطتها البنت هذا جائز، لكن عشان اللي ترتاح نفسيا وتكون المسألة على تمحيض الصحة تعطي المال لزوجها، لأنه صنف من أصناف الزكاة، فتعطيه الزكاة فينفق على ابنتها وعلى أولادها. أستاذ شيماء أيضا، أستاذ شيماء طبعا تكلمت على أن هل إحنا في مجلس علم؟ نعم، نحن في مجلس علم ما دمنا يذكر فيه الله جل وعلا، وحتى لو تباعدت الأبدان لكن يرى بعضنا بعضا، النت الآن والتلفاز وهذا الراجح في الواقع المعاصر، أن مجلس النت مجلس عقد يكون فيه النكاح والبيع والشراء وغير ذلك، والشهود والولي، طالما يرى بعضهم بعضا فهذا وهذا مجلس علم، هذا مجلس علم يذكر فيه الله جل في علاه ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز قوم مجلسا يذكرون اسم الله ويتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم الا غشتهم الرحمه ونزل عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. فهذا مجلس علم نعم، والملائكه يعني تكتب اسماءنا نعم، وتعرج بها الى السماء
فيقال هؤلاء القوم الأشقى بهم جليسهم، بل ويقول ماذا يطلبون الجنة؟ أعطتهم الجنة، غفرت لهم، إلى آخر الحديث. وهذه البركة التي نحن فيها ولله الحمد والمنة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السؤال الثاني، قالت المحن محاضر للمنح على ما قلت في تفسير اسم الله اللطيف. نعم، فهي بتقول في قصتها يعني أن زوجها يعني فارقها وخير زوج كما تقول، وأنها مكفوفة البصر. أقول كل ذلك منح لك، منح لك، أنت مكفوفة البصر وأكثر الناس ذكرا وأحرص الناس على العلم، وأيضا لك أن تتعلمي بالتلقين في هذا الباب. أعطاك الله قوة السمع وقوة القلب ولسان ذاكر، وأنك تحافظين على الصلوات، هذا أعظم ما يكون، فبذلك فليفرحوا وخير لهم مما يجمعون. وفراق الزوج على الله جل وعلا يخبئ لك زوجا آخر يخشى عليك ويسعى معك في الخير ويتعاون معك على البر والتقوى ويأخذ بيدك إلى الجنة. الكل قدر الله على المرء كله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. نسأل الله جل وعلا أن يعطيك سؤلك وفوق ما ترتجين وما تسألين، فربنا واسع كريم. وسبحانه جل وعلا الذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه والحكمة اقتضت وما ننزله إلا بقدر معلوم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تدع لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.